حدش قال مثلا ان التظاهر في دوله معينه من غير ما اجيب اسماء لمده السنتين ثلاثه اللي فاتوا خلى الدولار اللي موجود في البلد مش موجود في البنوك، مش كده؟ مش هو ده الحقيقه؟ مش كده يا جماعه ولا ايه؟ من غير ما اذكر الدوله، وكان الناس كلها بتشوف ناس بتسقف في الشارع وفرحانه، فرحانه بالتسقيف. بقدر الموقف وبقول يا جماعه المسار ده يخوفني، انا مش متضايق انا خايف. لا الرئيس السيسي ما بيخافش من حاجة. في 2014 الرئيس قال لي كده، بلدي يا يوسف اسمع بقى، بتخاف على البلد بس مش بتخاف من حاجة. طبعاً. بس طبعاً. مش من حاجة طبعا 100 مليون يا يوسف، والتجربة اللي احنا مارسناها وعشناها كانت قاسية قوي، والمفروض ان احنا نعمل كلنا انها ما تتكررش بينا تاني. فهي الفكرة مش خوف شخصي على نفسي، لا والله انا خوف على الناس.